دستور مولانا السلطان مراد خان المعظم. مولاي لا تهتم للكلام اللي قالته المرأة، ما كانت بوعية، حزنة كبير وأكيد ما كانت وعيانة للشي اللي عم تحكيه. مولاي كتير انشغل بالنا عليكم، الحمد لله على سلامتكم. قل بهار اللي عملتها، ولو ما كان في دليل، متأكدة إنه هي المسؤولة. وأنا متأكد إنه هي السبب. مع هيك إذا ما في دليل ما في عقاب. ذكرني بالشتوية اللي تجمد فيها المضيق، ذكرني قديش كنا عايشين بوقتها، صار في مجاعة بالعاصمة والناس قالوا انه هي اشارة لعثمان بسبب الشي اللي سوا، وكأنه هالحريق اشارة كمان لإلي. الله يحميك، هاي غير هديك. الشتوية كانت تنبيه إلهي، والتلوج غطت العاصمة كلها، غضب رباني وحل علينا لأنه العاصفة بديت بعد ما الأخ قتل أخويا مراد، وأنت بعمرك ما عملت هيك. هالحريق ما كان تنبيه إلهي بنوب، لأنه صار بشكل متعمد وبفعل فاعل. في شيء أنا ما بعرفه. من يومين أخذوا نسخة عن ختمي وبعتوا رسائل لرجالنا ليجتمعوا الكل بالسفينة، ومن بعدها شعلوا فيهن النار، حرقوهن وهن عايشين، والنار وصلت للبيوت. عملوا اللي ما قدروا الخونة يعملوه بسنين، حرقوا العاصمة وشردوا الناس. هنن مو بس حرقوا العاصمة، حرقوا طيبة قلبي. كانت ليلة صعبة. لهلأ بس غمض عيوني بحس إني بقلب النار. وبرجع بشوف وش المرة اللي طلعت قدامي، وبتذكر كلام الحاقد وصوتها العالي. هالمرة مين بتكون؟ وحدة خسرت كل أهلها وولادها، وقفتني وقالت أنت ما قدرت تحمينا، واللي ما بيحمي الناس وبيخاف على حياتهم ما بيستاهل أبداً يكون سلطان. مع أني طول الليل كنت هنيك عم أنقذ الناس، دخلت جوات النار لساعدهم، وغمرت بروحي كرمال احمي شعبي، وبالنهاية بعد كل هاد بتسمعني هالكلام البشع.
معلش بتكون مقهورة، لا تدقق على كلامها. الجرح رح يشفى والحزن رح ينتسى، حتى رأي الناس رح يتغير، والعاصمة بترجع بتتعمر. بس أهم شي النار ما تحرق روحك يا مراد، وما تحرق لك قلبك وتحوله لرماد. يمكن أحسن له إذا بيحترق أو يتحول لشمع بيدوب بدون ما يتوجع. هذا الكلام اسمه يأس. الإنسان هو اللي بيصنع شكل الحياة، وانت صنعت حياتك بأعظم شكل ممكن حدا يتخيله، حتى ساهمت بصنع حياتنا نحن. وإذا احترقت روحك تحترق أرواحنا. بدي أقول لك أنا واثقة إنك قادر تصلح كل شيء، وقادر إنك تغير. المهم ما تفقد الأمل، وإصحك تنسى إني رح كون جنبك دايما. بالحياة رح كون معك، وبالموت رح كون معك. أنا كيف تورطت بهالشي ما بعرف، يمكن صار ضروري قبل ما أتورط أكتر روح خبر السلطانة قسم بكل شي. لا يا سلطانة، شو هالحكي هاد؟ موضوع ما أنا بهالسهولة أبدا، وبعدين بعد موت كل هالناس شو رح تقلي له؟ مولاي كانوا كتير خايفين وسألوا عنك، نشغل بالنا عليك. الحمد لله على السلامة، مرت على خير. ربي يحميلي يا هون. كيف صحتك عايشة؟ طمنيني وضعك منيح إن شاء الله؟ عم تديري بالك على حالك؟ لأنه أنت حامل والمفروض ما تزعلي وتنهمي. لو بإيدي ما بزعل بنوب، بس ما بقدر. مع هيك لا تقلق، الحمد لله أنا وابننا بأحسن حال بوجودك. طمني عنك، انت منيح؟ بجوز بعد فترة بصير احسن ان شاء الله، والامور حتتحسن. انت ما تاكلي هم هالموضوع، انا مستعد ساوي المستحيل لحتى نضل نحن واولادنا بخير. اذا بتضل فوق راسنا بكفي، وكل شي رح يكون أحسن. الله يخلي لنا إياك. تصبحي على خير.
بيازيد. مولاي، من بعد إذنك في شيء مهم بدي أقول لك يا. قول شو في؟ من فترة اجتمعت فيني وقلت لي إنه في ناس كتير عم تذكر اسمي، وأنا وقتها جاوبتك إنه في مين همه يعمل فتنة بيناتنا. أنا بدي إياك تعرف إنه مستحيل أصغي لأي فتنة مهما كان الأمر، لأنه ثقتك فيني مستحيل ساوم عليها. أي حدا بيفكر يفتن بيناتنا أنا رح أقضي عليه بإيدي. مولاي، ربي يشهد علي إني ولا مرة فكرت بخيانتك. بعرف هالكلام. مولاي، مثل ما سبق وخبرت حضرتكم، جبت خزينة البوسنة وبودين بنفسي لفرحكم فيها، بس جيت بالوقت الغير مناسب. الحمد لله على سلامتكم يا مولاي، ما كنت عارفان بهالوضع. مع الوقت عم يبين قديش حجم الكارثة كان كبير. باب جبالي ونافورة القاضي أونكاباني وفاتح، هدول من أكتر الأماكن اللي تضررت. سارت شاني وصاري جولد دمروا يا مولاي السلطان، احترقت آلاف البيوت وعدد كبير من الناس ماتوا، وسوق مصطفى باشا كمان كله تدمر يا مولاي. والمصيبة الأكبر يا مولاي إنه عدد كبير من علماء الدولة للأسف انتقلوا لرحمة ربهم بهالحريق البشع. يعني الأموال مع الوقت ممكن تعويضها، وبيوت الناس بيرجعوا بيبنوها، لكن علماءنا صعب كتير تعويضهم. شي مؤسف. الله يرحمهم. مولاي، طالما أنت موجود فوق راسنا نحن رح نتجاوز هالكارثة إن شاء الله. هالحريق ما صار قضاء وقدر يا باشا، هيك كنت مفكره بالبداية، بس للأسف ما طلع هيك. الحريق صار بفعل فاعل. باشروا بالتحقيقات، حتكون البداية من المينا، لأنه الحريق بلش فيه ولابد ما يكون الفاعل ترك أثر وراء. شو الحقيقة ما عرفت، بس هذا الكلام اللي قالته هي عضوة بجمعية فرسان الهيكل، وهن اللي سرقوا الختم وبعتوا الرسائل باسمي. أصلاً مين في غيرهم عنده هالجرأة؟ بس المشكلة الأهم هنن الخونة اللي جوات قصري. هدول الخونة وصلوا لجناحي الخاص، ولهلأ ما قدرت أعرف مين بيكونوا، بس لازم ينالوا العقاب، طبعاً بعد موافقتك. شوف ابني، الخونة صاروا جوات الحرم لك، أنا ما ضل عندي ثقة بحدا، لهيك بدي عالج هالموضوع من جذوره. يلي صار اليوم ما بينسكت عنه، وساق فيني، واسمح لي اني اتصرف. شو في بالك؟ قل بهار، الشك فيها ما عم بيفارقني. ليش ما تكون هي؟ ليش ما بتتآمر معهم؟ شو يلي بيمنعها؟ أنا متأكدة إنه بيزيد ما له علاقة بهالمواضيع، بس أنا أبداً ما عندي أي ثقة بوالدته. وأنا موافق، تصرفي بمعرفتك.
مولاي. عود مصطفى عود. فوضى يا مصطفى، ونحن لازم ناخد تدابير جديدة، وانت بدك تهتم بهالموضوع. تحت أمرك مولاي. إذا بتسمح لي في موضوع حابب أحكي فيه معك. لا انت اسمعني قبل يا مصطفى، لأني بدي أخد رأيك بشي مهم. شو هالشي؟ خير إن شاء الله. أنا بصراحة ما عم بعرف بمين بدي أوثق. عم شوف الخيانة بكل لحظة حتى بنومي. كل ليلة نفس الكابوس، وكابوس بشع. بشوف فارس ملتم راكب على حصاني الأسود، وبيختفي كل ما أقرب منه. يحيى أفندي فسره إنه في شخص قريب مني رح تفاجئني خيانته. هالشي مستحيل يصير. إن شاء الله. وبليلة الحريق يا مصطفى، لما كنا عم نساعد الناس طلع حدا من جوات الدخان. بيزيد كان هذا الشخص، وفورا تاني يوم وقفتنا المرأة. هالمرأة قالت بيزيد الأحق بهالعرش. معقول تكون هاي علامة؟ واللي رح يخوني بيزيد؟ مولاي، لو نعرف من مين ومن وين بدها تجي الخيانة ما بيكون اسمها خيانة. بس سمو الأمير بيزيد شخص منيح وقلبه طيب وكتير مخلص إلك، وهو ولا مرة غلط بحقك أو بدر منه أي تقصير. وهالكابوس ما نو مؤشر أو سبب لحتى يخليك تشك بولاؤه. والله أنت ريحتني بهالكلام، وإن شاء الله ما بصير الشي اللي عم فكر فيه. إن شاء الله يا مولاي. أنت شو كان بدك تقلي؟ احكي. مو مشكلة يا مولاي، موضوعي بيتأجل لأنك لازم ترتاح، وهلأ بستأذن.